السينما العربي. فنانة ليلى عوي، لأن هي عاملة السينما المصرية تاريخ 80 سنة، منهم عدد كبير جدا من أهم الأعمال اللي أرخت للسينما المصرية. هتسمحوا لي إن احنا نشكر الدكتور هيثم الحاج ونرحب بيه. أنا شرف ليا فعلا إنه أقدم درع الخمسينية، اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب للفنانة ليلى علوي. مساء الخير عليكم. طبعا بيشرفني جدا إن أكون موجودة مع كل الحاضرين النهاردة، وأشكر حضوركم، وأتشرف جدا جدا بالدرع الخمسيني لمعرض الكتاب. ياما اشتركت في معرض الكتاب وجيت وانا صغيره واستفدت وتعلمت وتقابلت مع جمهور جميل وتعلمت من الجمهور ومن الندوات ومن النقاشات حاجات كثيره. اسمحوا لي بكل فخر وكل حب اهدي الدرع ده لاستاذي دكتور محمد عبد المطلب، استاذ اللغه العربيه في المرحله الثانويه، اللي هو النهارده دكتور في جامعه عين شمس، اداب عين شمس.